مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بيكم في نوع جديد من الحلقات بنعمله لاول مره، والناس اللي متابعاني من بدري عارفين كويس ان انا ما بحبش الموضوع ده، بس هنجربه لاول مره. يمكن شخصيا يعجبني لان انا ما جربتش اعمله، وهو موضوع الحرق، مناقشه الافلام بدرجه من الحرق. كنا بنعملها قبل كده في بعض المراجعات، بس كان الهدف الاساسي منها هي مناقشه بعض النواحي الفنيه اللي ما كانش هينفع نتكلم فيها الا لو حرقنا. لكن النهارده واحنا بنتكلم عن فيلم نوكتورنال انيمالز، الحرق هيبقى على ودنه، وهيبقى القصد منه هو طرح نظريه او طرح تفسير معين للاحداث نهاية الفيلم. زي ما اتكلمنا في المراجعة امبارح، الفيلم بيبتدي بسوزن وهي في معرض للفن مش سهل قوي ان هو يتفهم، ومما يفسر المقدمة. المقدمة يا جماعة فيها مناظر عريانة لستات كبار في السن شويه ومليانين في الجسم شويه، فما هوش شيء جميل قوي. ولكن طبعا هو لو هيتمنع مش هيتمنع علشان هو شكله مش حلو، هو هيتمنع علشان ما ينفعش، عشان الناس كانت من غير هدوم يعني من الاخر. المهم ان هي بعد كده بترجع بيتها وبنشوف علاقتها مع جوزها، وبيتضح لنا ان العلاقه دي بارده شويه ومش صحيه بنسبه كامله، وبعد كده بنكتشف كمان ان جوزها ده بيخونها. هي بتعاني من ارق، وبتعاني من ارهاق، وبتعاني من احباط، وبتعاني من مشاكل نفسيه كتير جدا من جراء اللي هي فيه، لان من الواضح ان هي تم استنزافها جامد قوي علشان المعرض اللي هي عملته ده، بالاضافه لوضع علاقتها مع جوزها، فالموضوع مش سهل عليها. وبعدين بتستلم الكتاب المانوسكريبت او المسود ده بتاع كتاب جوزها القديم ادوارد، وبتبتدي تقراها. القصه بمنتهى البساطه عن شخصيه توني، وتوني هو الصوره اللي عندها لادوارد، يعني الاثنين هما شخصيه نفس الممثل اللي هو جيك جيلنهال. فلما احنا بنطلع على الروايه بنطلع عليها من منظورها هي، وهي شايفه جوزها في المكان ده، شايفه الشخصيه دي في المكان ده. هو ومراته وبنته طالعين سفريه في طريق صحراوي، بيطلع عليهم شويه بلطجيه، بيبتدوا يتلاعبوا باعصابهم شويتين، وبنشوف توني وهو بيتصرف بدرجه من درجات الجبن او درجه من درجات الخوف، ما فيهاش مخاطره قوي، وبناء عليه مراته وبنته بيتخطفوا وبيتم اغتصابهم وبيتم قتلهم. ومن هنا هو بيتعرف على الضابط اللي قايم بدوره مايكل شانون، والضابط ده بيبدي درجه من درجات المبادره لان هو يحل المشكله دي، او ان هو يجيب لتوني حقه، او يجيب للضحايا دول حقهم اكتر من توني شويه يمكن كمان. وبعد كده بيتضح ان هو عنده سرطان وان هو هيموت، وبناء عليه هو متعجل ان هما يخلصوا موضوع الانتقام ده. واحنا بنطلع على الروايه كل شويه بنرجع لحياه سوزن علشان نشوف قد ايه هي بتعاني من الارق، لان هي عماله تقرا الروايه دي بالليل. بنشوفها وهي بتحاول تتواصل مع بنتها، ومن الواضح ان علاقتها مع بنتها دي مش جيده جدا، وكل شويه نعمل فلاش باك زي ما قلنا في المراجعه علشان نشوف علاقتها مع ادوارد كان شكلها عامل ازاي، اللي هو جوزها الاول. علاقتها مع ادوارد دي بقى كان ليها شوية أبعاد، إن إدوارد شخصية متحررة شوية، عاوز يبقى كاتب، عنده شوية أمال، عاوز يرتبط بسوزن، وهي متحمسة جدا إن هي تتجوزه عشان يبدأوا حياتهم مع بعض ويكافحوا مع بعض وحاجات زي كده. وأمها بتقعد معاها في مرة وبتقول لها ما تعمليش كده لأن إدوارد شخصية ضعيفة. وبعد الجواز بتقرا اول كتاب ليه، وبعدين بتواجهه بدرجه عاليه جدا من الوقاحه، وده موضوع اللي انا كنت اتعرضت له امبارح وانا بتكلم في المراجعه، لان هي بتقول له ان الروايه وحشه وهو محتاج يبتدي يكتب بعيدا عن تصور الموضوع من منظوره الشخصي، او ما يكتبش حاجه من تجاربه الشخصيه او حاجه زي كده. وبتواجهه بان هو يمكن يكون موهبته مش بالدرجه اللي هو متصورها، وانه المفروض يرجع للعالم الواقعي وحاجات من النوعيه دي. في نفس الوقت ده بتتعرف على اللي بعد كده بقى جوزها، وبيرتكبوا مع بعض الجريمة اللي هي مستخبية في التريلر ومستخبية في الموضوع كله، وهي انها بتجهض البيبي اللي عندها من ادوارد بدون علمه، وهو بيكتشف ده. عشان كده احنا في التريلر وفي الفيلم كذا مرة بنشير لان هي ارتكبت شيء لا يمكن ان يغتفر. وبعدين الاحداث بتتقدم علشان نشوف طبيعة الانتقام اللي بتحصل ما بين في الرواية نفسها من توني والضابط اللي معاه، لغاية لما بيوقعوا فعلا زعيم العصابة او الثلاثي البلطجي اللي اغتصبوا وقتلوا مراته وبنته، وبيحصل مواجهة دامية جدا ما بينه، بيقتلوا فيها وهو بيتعمي، التاني بيضربه على دماغه بيتعمي، وبعد كده المفترض ان هو كمان بيموت. هي بتحاول تتواصل مع ادوارد
اللي هي سوزان في الحياة العادية عن طريق الرسائل وبتقوله ان هي عايزة تقابله، وبنبتدي نحس عندها شوية حنين لإدوارد، لان هي من الاخر تم اثبات خطأها. الرواية حلوة، الرواية من الواضح ان اسلوبها زي ما هي بتعبر عنها اسلوبها جميل، في تطور كبير حصل في قدرات إدوارد في الكتابة، وبناء عليه هي عايزة تتواصل معاه، عايزة تقابله، زي ما تقول كده عاوزة تستعيد اللي فات او اللي راح. وبعد كده بنوصل لنقطة النهاية، وهي النقطة المثيرة جدا للجدل، لان هي بتخرج وبتستناه في المكان اللي هو قال ان هو هيقابلها فيها، وما بيجيش، ما بيظهرش. هنا بتنقسم الآراء لمدرستين في تفسير النهاية دي. عندنا التفسير اللي ينتمي للمدرسة اللي في الفيديوهين اللي شارتهم لكم امبارح، وزي ما قلت أنا معجب بطريقة الطرح بتاعت الفيديوهين دول، ولكن مش بالضرورة متفق معهم. طريقة الطرح دي بتقول إن الرواية دي ما هي إلا انتقام، لأن إدوارد بيوريها في وشها إن هو حقق حلمه بالطريق اللي هو كان ماشي فيه من غير ما يقدم تنازلات، وإنه على ما يبدو سعيد في حياته لدرجة إن هو قادر يعبر عنها بطريقة كويسة، ولكن الرواية اللي هو بيبعتها هلها دي مليانة رسائل ليها هي، مما يفسر ان هي مهداة ليها. هنا بقى بنبتدي نشوف نقط التشابه، وهنلاقي رمزيات كتير موجودة جوه الفيلم بتدعم التشابه ده، لان الشخصية بتاعت مرات توني جوه الرواية ما هي الا شخصية سوزن ايام لما كانت مرتبطة بحلمها ومرتبطة بإدوارد، والبنت ما هي إلا بنتهم اللي هي أجهضتها. وبناء عليه تفسير إدوارد لشخصية مراته نفسها سوزان هي النوكتورنال أنيمالز، هي البلطجية اللي اغتصبوا مراته وبنته وقتلوهم، وبيواجهوه بقد إيه هو ضعيف بدرجة من درجات الوقاحة، ده غير الحقارة اللي في الجريمة اللي هم ارتكبوها من الأساس. وبعد كده بنوصل لنقطة النهاية، هو ليه ما جاش؟ هو ليه ما قابلهاش؟ المدرسة بتاعت الفيديوهين زي ما قلنا بتدعم فكرة ان هو ده الانتقام، هو تخطاها، هو خلاص حطها في الخلفية وكمل في حياته. انا ميال للمدرسة الاخرى اللي بتطرح تفسير، وتفسير دوت احنا قلناه من واحنا خارجين من السينما مع مجموعة من صحابنا، يعني لما شفنا الفيلم من اول مرة، ان كل التسلسل بتاع الرواية ده ما هو الا شيء في عقلها هي. اللي بيدعم ده شوية حاجات، اولا ان هي كانت بتقول ان هي بدأت تفكر فيه، وأول ما بدأت تفكر فيه بعت لها الرواية. ثانيا هي بتعاني من أرق، بتعاني من إرهاق، بتاخد منوم، مش متزنة، اللي بيحصل في حياتها شيء صعب شوية. وبعد كده بنوصل للنقطة التانية بتاعت بنتها اللي ظهرت في لقطة التليفون بس، وبنتها لما هي كلمتها كانت نايمة مع صاحبها في نفس الوضع تقريبا اللي اتقتلت فيه أو اللي اكتشف فيه جثة مراته وبنته. فأنا كمان ميال للتفسير لأن البنت دي مش موجودة، she doesn't exist، الرواية doesn't exist، عودة إدوارد لحياة سوزان مش موجودة، البنت مش موجودة، كل دي تفاصيل في مخها هي تم إخراجها من الإحباط ومن الندم ومن إحساسها بالفشل، رغم إن كل اللي حواليها بيحاول يجمع إن هي ناجحة وإن هي حققت اللي هي المفروض تكون فيه. وهنا وجهتين النظر بيلتقوا، إن إدوارد حطها في الخلفية، إدوارد تخطاها، هي اللي مش قادرة تتخطاها، هي اللي عايشة بذنب الجريمة اللي هي عملتها فيه. طبعا التفسيرين زي ما قلنا ما بيحققوش درجة اختلافات كبيرة جدا. يمكن التفسير بتاع ان هو قصد ان هو ياخد منها معاد فعلا وما يروح لهاش بيدعم فكرة ان هو نجح في حياته، ان هو وصل لدرجة النجاح اللي هي شككت في ان هي هتحصل. انا ميال للمدرسة التانية، وهي دي نقطة الاختلاف الوحيدة زي ما قلنا، اللي بتدعم ان ده مش فارق، هي يمكن تكون بتتمنى ان إدوارد يكون نجح في حياته، وان لو هو نجح في حياته قد ايه دوت هيكون شيء بالنسبة لها هي يندمها اكتر او يؤلمها اكتر. والرسالة العامة بتاعت الفيلم متعلقة بنوعيات البشر فيما يتعلق بتحقيق الاحلام. لو انت عندك حلم معين وعاوز تسعاله، هل انت عندك القدرة انك تفضل وراه لغاية اخر نفس، حتى قصاد كل الناس اللي بتقولك انك يمكن تكون ما تنفعش، انك مش بهذه الدرجة من الجودة، انك المفروض تكون واقعي شوية وتنزل معانا على الارض، او الناس التانية اللي بتستسلم وبتعمل المتوقع منها وخلاص. واظن ان هو ده الفرق الاساسي ما بين شخصية إدوارد، سواء هي كانت موجودة فعلا في الخط الاحداث المعاصر ولا هي مجرد تخيل في ذهن سوزان، وسوزان نفسها اللي عملت المجتمع متوقعه منها وتخلت عن احلامها علشان ترضي الجميع وترضي رغباتها هي شخصيا، بمجرد لما بدأت تخاف من ان يمكن اللي هي كانت متصوراه دوت مش حقيقي. يبقى حاجة واحدة بس يتهيالي محتاجة تفسير، وهي شخصية الضابط، شخصية مايكل شانون، ليه هو موجود في الاحداث بتاعت الرواية، وليه عنده سرطان، وليه بيموت. اتصور ان هو بيمثل الفرصة الاخيرة، هو ضمير توني وشجاعته اللي ممكن تكون كانت مفقودة، لان وصف توني المتكرر بالضعف ده ورا حاجة اكيد، ما هوش مجرد هس في الهوا كده يعني. فالشجاعة دي في اخر اللحظات اللي كانت المفروض تطلع فيها
طلعت بالفعل وعملت حاجة رغم ان هي كانت على وشك ان هي تموت. بس كده دي نظريتي وده الطرح اللي عندي للفيلم، واسف بقى ان انا مش شاطر قوي في الموضوع ده. الناس طبعا اللي بتعمل الفيديوهات بتاعت النظريات دي بتحط صور وبتجيب لقطات وبتجيب رمزيات وبتاع، ناس اشطر منها بكتير. انا عملت الفيديو ده بس عشان حضراتكم طلبتوه وقلتوا ان انتوا عايزين تعرفوا ايه النظريه اللي انا قلت ان هي موجوده في مخي ومقتنع بيها ومريحاني. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم قولوا لي، وكل ما يبقى في فيلم يستحق حلقه زي دي بعد الحلقه اللي بنعملها للمراجعه نفسها هعملها طبعا، ما اقدرش اتاخر عنكم، وتصبحوا على خير.